هنكمل الاخبار واحنا ماشيين، كمان ناخد رساله رسالتين من الموقع. سعيد البرتقالي من الكويت بيقول: اتمنى ان يصل الى البرلمان من يستحق فقط. يا استاذ تامر، عايزين نبص للبحث العلمي بروح اكتوبر، لان هي دي المعركه والتحدي، وريت النواب يركزوا في مجلس الشعب على موضوع البحث العلمي. هو ده الدور اللي احنا بنتكلم عليه، ان احنا عايزين نواب يفكروا في المصلحه العامه، مش بس يبقوا نواب خدمات يعمل مصرف ولا يعمل كوبري ولا يعمل رصف طريق، يبص على المصلحه العامه، يبقى نائب امه مش نائب دايره بس. ده كلام محترم، والبحث العلمي طبعا هو اللي ممكن يدفعنا خطوات للامام. محمد بيقول: نتمنى ان منتخب مصر البرلماني يكون افضل حتى من منتخب مصر في افريقيا، لازم النائب والنائبة الجداد لازم يعرفوا ان العين عليهم ومستقبل الوطن كله امانة في رقبتهم. نرجو من المرشحين التعقل، هم صحيح تعبوا ودفعوا فلوس وصرفوا، بس الكل برضو صرف، فمش لازم اللي يخسر يقعد يضرب ويضيف للفشل جرائم اخرى، ومش ضروري الاخوان والمعارضة يطلعوا يقولوا تزوير ومش تزوير، لان محدش هيصدق. نرجو من اللي هينجحوا انهم مش يعملوا احتفالات علشان ما يغزوش اللي ما نجحوش، ويلتفتوا للازم يقدموه في المجلس القادم، لان وجودهم في المجلس مش مكافأة ليهم، بل مهمة ثقيلة ومسؤولية نحو الوطن. كلمتين فيهم الشفاء، مش مكافأة ومش حصانة ان انت تقعد تحت القبة، دي مهمة ثقيلة ومسؤولية الوطن كله محملها لك. ام هنا بتقول: انا متفقة معاك يا تامر، لو فعلا كان النهاردة يوم اجازة كان كل شباب الجامعة والموظفين راحوا اكتر ينتخبوا، وكان التصويت يبقى من 8 الصبح مش بس من الساعات الاخيرة بتاعت بعد الظهر. هنكمل تاني لما تيجي فرصة، بس خلونا نكفي زي ما بيقولوا اخواننا في لبنان بباقي الاخبار. النهارده سفارات الاتحاد الاوروبي قامت بمندوبيها قاموا بزيارات لبعض الدوائر الانتخابيه في محافظات القاهره والجيزه وبعض المحافظات الاخرى بمرافقه بعض اعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان، وعقبوا بحسن تنظيم وسائل العمليه الانتخابيه، مؤكده انها تتطابق مع الاجراءات التي تتم في الانتخابات التي تحدث في نظيرتها من الدول الاوروبيه. قال مستشار السفارة الإسبانية بالقاهرة الذي كان ضمن الوفد: إن ما شاهده اليوم بالدوائر التي قام بزيارتها يبرهن على قدرة الحكومة المصرية على تنظيم وإدارة العملية الانتخابية بشفافية. مستشار السفارة البولندية قال إن الحكومة المصرية بذلت جهدا كبيرا في تنظيم العملية الانتخابية، مشيدا بسهولة إدلاء الناخبين بأصواتهم. كمان مستشار الشؤون السياسية بسفارة رومانيا وعضو وفد الاتحاد الأوروبي أكد أن الانتخابات البرلمانية في مصر تجري على النحو المقرر لمثيلتها في الدول الأخرى. وزارة الداخلية قالت إن المشاحنات التي حدثت في بعض اللجان تعد من المشاحنات العادية والمعهودة بسبب حدة التنافس في مثل هذا الحدث الانتخابي الساخن، وأنه تمت السيطرة على جميعها سواء بالقاهرة أو بباقي المحافظات، وأنها لم تؤثر بالسلب على سير العملية الانتخابية. وأعلن السفير إسماعيل خيرت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات عن ورود بعض الشكاوى من بعض المراسلين الأجانب بسبب عدم تمكنهم من دخول بعض اللجان، وتم التعامل مع هذه الشكاوى على الفور وتم حلها بالتنسيق والتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات، إلى جانب تمكين كل المراسلين من دخول المقار التي طلبوا التواجد فيها. وناشد وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية وتوخي الأمانة في نقل الأحداث والتعليقات طبقا للمعايير المهنية الحاكمة في مجال الإعلام. يعني هي مناشدة في محلها، بس هو الحقيقة هي المناشدة دي لن تسدي كثيرا أو لن تجدي كثيرا، لأن اللي عايز يشتغل مهنيا بيشتغل، واللي له أجندة واللي له في ضميره مصالح خاصة مش هيستمع لهذه المناشدات وحيقول اللي هو يتفق مع مصالحه. النهاردة عدد من الوزراء والشخصيات العامة توجهوا لإدلاء بصوتهم في الساعات الأولى لبدء عمليات التصويت، حرصا منهم على المشاركة الإيجابية، وكان لكل منهم تصريح لكاميرا مصر النهاردة. حد هيسأل انتوا ليه بتخصصوا يعني تقرير أو كلام معين عن الشخصيات العامة والوزراء والمسؤولين؟ علشان هم في النهاية رموز في المجتمع، وهم يجب أن يكونوا قدوة، فلازم نشوفهم، لأن ما يطلع ينفعش يطلعوا ليل نهار يقولوا المشاركة والعملية السياسية والتصويت يجب أن يكون مسؤولية كل مواطن، وهو حد منهم قاعد في البيت. فلما نشوفهم بيصوتوا وموجودين في المقار، أعتقد ده يعني تمثيل لفكرة القدوة وأداء مسؤولية الشخصية العامة. تقرير أنا على الرغم من تعبي وجيت علشان أدي صوتي في الانتخابات وأمشي هذا المشوار الطويل لغاية لما أوصل، وأنا أشجع كل واحد
على انه يدي صوته ويساهم في مصير ولد بلده وفي سياسة بلده. معلش سنة صعبة المرة كانت كان تحت صح؟ دي مصر النهاردة فيها مساحة كبيرة جدا لحرية الرأي والرأي والرأي الآخر. هو ده الوقت اللي أنا بترجم فيه كل الكلام اللي بيدور، إن أنا النهاردة آجي واختار مرشحي قبل ما يبقى واجب. ده حق ليا، حق إن أنا أختار المرشح بتاعي. لما بيبقى في رأي ورأي آخر الرأيين بتحسن، فأملي أنه المعارضة اللي هتنجح تبقى معارضة تخش في حوار مع الوطني، يبقى عندها أفكار عندها خطط عشان نقدر نحسن من الخطط اللي احنا بنتقدم بيها. حرص أن نكون من أول الذين يأتون إلى اللجنة للأدلاء بأصواتهم. المشاركة في انتخابات واجب قومي على كل مواطن أن يساهم في الإدلاء بصوته لاختيار ممثل الشعب في الدورة القادمة إن شاء الله. طبعا تعرفين ان الدكتور يوسف بطرس غالي واحد من المرشحين، بس هو طبعا كان بيصوت باعتباره مواطن وباعتباره مسؤول في الحكومة. والدكتور يوسف بطرس غالي كان يعني دمه زي العسل اول ما خرج من اللجنة وامام الكاميرات، قال لهم انا ادعو الناخبين لاختيار الافضل. فالناس قالوا له يعني حتى الافضل لو مش انت، بس هو طبعا في النهاية هو بيقول ده من واقع مسؤوليته كمسؤول في الحكومة انه لازم يقول هذا الكلام، فعش يطلع يقول امام الصحفيين انتخبوني. النهاردة الأحزاب السياسية المصرية عاشت حالة من النشاط المكثف مع بدء عمليات التصويت، وكل حزب سياسي بما فيهم الحزب الوطني بالإضافة إلى أحزاب المعارضة كلها نظمت غرف عمليات لتلقي الشكاوى من المندوبين بهدف متابعة سير العملية الانتخابية. حزب الوطني والوفد والتجمع والناصرية وباقي الأحزاب الشرعية السياسية عملت هذه الغرف علشان يبقوا مواكبين للأحداث لحظة بلحظة وينقلوا أي شكوى موجودة إلى اللجنة العامة للانتخابات اتخاذ اللازم. تقرير. حالة من النشاط السياسي عاشتها الأحزاب المصرية منذ صباح اليوم مع بدء عمليات التصويت، حيث نظم كل حزب غرفة عمليات لتلقي الشكاوى من المندوبين، وذلك بهدف متابعة سير العملية الانتخابية. ففي الحزب الوطني عقدت مؤتمرات صحفية على مدار اليوم للإعلان عن كل ما هو جديد والرد على أي استفسارات إعلامية خاصة بالعملية الانتخابية. وكثف حزب الوفد اجتماعاته لمتابعة مرشحيه ومعرفة المؤشرات الأولية على مدار الساعة. وفي حزب التجمع بدت المتابعة هادئة من خلال البيانات التي تتلقاها غرفة عمليات الحزب من مندوبيه بمختلف الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظات. بخلاف العملية الانتخابية اللي جرت النهاردة برضو معايا خبرين علشان نبقى وفينا حضراتكم بصورة متكاملة عن الأخبار. طبعا تقريبا ما فيش أحداث النهاردة حصلت في مصر غير العملية الانتخابية، إلا في حريق محدود شب النهاردة صباحا بمجلس الدولة وحصل في لوحة تغذية الكهرباء الرئيسية في الدور الثاني، مما أدى إلى تصاعد بعض الأعمدة الدخانية. الحمد لله لم يسفر الحريق عن أي إصابات في الأرواح أو أي تلفيات. أوضح التقرير الأولي لمعاينة الحريق أن السبب هو ماس كهربائي نتج عن زيادة تحميل على الكهرباء مما أدى لإتلاف السلك الرئيسي، وشركة كهرباء شمال الجيزة وقسم الصيانة بالمجلس تحركوا فورا وقاموا باستبدال أسلاك اللوحة التالفة وعادت الحياة لمجلس الدولة بصورة طبيعية. مجلس الدولة من المباني أولا المحترمة ثم من الكيانات المحترمة جدا اللي يجب أن تكون فيها الصيانة على أعلى مستوى.
مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن أن النادي يجهز حاليا لإقامة مباراة مع أحد الأندية العالمية بجانب حفلات غنائية يشارك فيها نجوم الفن في مصر أمثال عمرو دياب ومحمد منير وهاني شاكر ومدحت صالح. وأعلن نادي الزمالك أنه بصدد إنهاء وثيقة تاريخية عن الزمالك وإعداد متحف للنادي وفيلم تسجيلي عن القلعة البيضاء. والمستشار جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك قال في تصريح إن إقامة احتفالات المئوية البيضاء ستكون على مدى طويل وليست في فترة محددة، بالإضافة لتكريم رموز النادي وإحياء ذكرى نادي الزمالك على مدار 100 عام. نتمنى يا رب إن نادي الزمالك يحتفل بمئوياته بأجمل صورة، لأن في النهاية نادي الزمالك ليس لأبناء الزمالك فقط وليس للزملكاوية ولا المشجعين الزملكاوية، نادي الزمالك هو قلعة مصر، قلعة مصرية رياضية كبيرة زيها زي النادي الأهلي، زيها كمان زي قلعة الدرويش، لكن في النهاية الأهلي والزمالك تحديدا هم صورة للرياضة المصرية، نادي اجتماعي رياضي سياسي ثقافي، كل ما يمكن أن يقال عنه. ناس كتير بتقولك أن نادي الزمالك ونادي الأهلي دول أكبر حزبين في مصر، أكبر أعضاء منتمين ليهم وأكثر جماهير، مش بس في مصر حتى في الوطن العربي، فيجب دايما أن هم يفضلوا في أحسن حال. كلنا مع نادي الزمالك في حملته الدعائية للمئوية، ويا رب تكون الأزمة المالية انتهت، لأن مسألة التبرعات من أجل الصرف على النادي أو الصفقات الجديدة أو الاحتفال بالمئوية كلام يسيء ويهين نادي الزمالك. الحقيقة الحملة اللي قالت ناديك بيناديك على أساس التبرع، أعتقد أن في موارد ومصادر أخرى كثيرة يمكن لنادي الزمالك أن يجمع بها المال بدلا من أن يعني يطلب هذه التبرعات من المشجعين، شكل مش حضاري ومش كويس ولا يليق بكيان هو الأكبر مع النادي الأهلي في قلعات الرياضة في مصر. بعد الفاصل حوار مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبدالله كمال ورؤية وملاحظات حول يوم انتخابي في برلمان 2010.